وأغلب وأكثر شيوعاً هي آلام ومفاصل الرقبة. الرقبة صح، لأننا يعني نحكي اليوم عن آلام مفاصل الركبة والرقبة. وأكيد لم يعد آلام المفاصل ناتج عن تضرر مرتبط بتقدم العمر، فبالوقت الحاضر زادت شكاوى الشباب من الإصابة بآلام وصعوبة حركة المفاصل، وممكن يكون هو نمط الحياة العصري اللي نحن عايشين فيه هو أحد مسببات هذه الظاهرة. صحيح جودي، على طول قاعدين وراء الكمبيوترات ما بنتحرك كثير، حتى صرنا كشباب يمكن لما نمارس رياضة معينة أو نطلع على الدرج لمدة طويلة يوجعونا مفاصل الركبة وأيضا مفاصل أخرى بالجسم. فنمط الحركة المحدود وطبيعة الطعام غير الصحي اللي منداوم على تناوله كل يوم هي عوامل مؤثرة بهالموضوع، وبالمقابل فالطعام الصحي ممكن يكون سبب أيضا بالمحافظة على صحة المفاصل. كرمال هيك خصصنا فقرة التغذية لليوم مع دكتورة ثواب الغبرة لنحكي عن الأغذية اللي بتساعد بحماية المفاصل والوقاية من التهاباتها. صباح الخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. نحن اليوم عم نحكي عن المفاصل عموما، ولكن رح نركز على مفصلين كتير مهمين، مفصل الركبة ومفصل الرقبة عند الإنسان. خلينا ولكن بداية نحكي عن أسباب آلام المفاصل عموما. هلا بالفعل هلا المفصل يعني وقت بيقولوا لك هي مفصل شيء مفصلي يعني شو يعني؟ هذا شيء مهم جدا يعني لأنه عم يوفر حركة وتناسق بين عضوين مهمين أو قسمين مهمين بجسم. هلا اليوم كثير رح ركز على الرقبه لانه اساسا نحن مستفيدين كثير بالمفاصل الركبه والعظم الفخذي والامور هي، بس سبحان الله المنطقه المفصليه تبع الرقبه انا بسميها استراد الجسم، يعني بتوصل منطقتين كثير مهمين. لا سمح الله اي تشنج عضلي غلط بعدين مثل ما بيقولوا فكوا رقبه او بفك رقبتك، يعني هي في كلها برغي وعزقه وهالقصص رهيب الهندسه الفنيه اللي رب العالمين خالقها بالرقبه. يعني اذا الواحد بيطلع بعلم التشريح وقت كنا نشوف الرقبه وقديش المناطق حساسه تبعها ونشوف قديش لا سمح الله عصب واحد بسيط ينضرب الانسان تتعطل كل حركته، بيصير الوجع الصدغي، في اسباب مجهوله لوجع الراس بيكتشفوا الاطباء بشكل صدفه انه هي ناتجه عن اعصاب الرقبه. الانسان اذا ما اهتم بحركه معينه بيعمل زاويه اماله برقبته بيصير له حنيه على المدى البعيد بظهره، يخسر في انسان بيقدر يطول 3 سم بحركات رياضيه معينه من منطقه الرقبه، واهتمامه بهالمناطق المفصليه بمنطقه الرقبه بالذات وعضلات الرقبه الجمالية وقت تكون الرقبة طويلة. الفكرة الأساسية منطقة الغدة الدرقية الحنجرة قاعدة بمنطقة الرقبة، الحركات الصح للرقبة، تغذية الهي. نحن نفهم إن الأمور إنه إيه شو رقبة بعملي أنا ما اهتميت هذا الغذاء مفيد للرقبة ولا شو هالأمور، لكن خلل بسيط بهالمناطق هي عندك إياها بيعطبه للبني آدم عطب، وبالذات شكلة عضلة الرقبة، شكلة عضلة الرقبة ممكن تجمدك يعني تعملك ستوب يعني كثير صعب. يعني شيء مو طبيعي، الناس اللي بتسوق بشكل طويل وما لها منتبهة، يعني الفكرة في أساس حركات يعني غلط جدا على عضلة الرقبة بتعمل عندك إياها ضرب لأعصاب توصل للقدمين، هالأمور هي كلياتها. ما بدنا نطيل الحديث بس إجمالا نحكي عن بعض الأدوية اللي بتعمل تدمير للعضلات الرقبة والمفاصل، بدنا نعرف إنه شلون بدنا نحافظ على مرونة هالعضلة هي، شو هالحركات البسيطة اللي بعد ما أنا أكون شاكلة عيني على الفيس أو على الواتس بحركة معينة وأنا عاملة زاوية إمالة شو أعمل شوي شوي، كيف إنه الحركات المفاجئة على عضلة الرقبة بتأذيها بتشلها شل، التغيرات الحرارية بكون قاعدين بكونديشن سيارة بنطلع على شيء حراري شو بيعمل بأعصاب الرقبة، كل هالأمور إن شاء الله حنستعرضها. وكأنك بآخر حديثك دكتورة لخصتي المشاكل أو الأمور اللي بتأدي لمشاكل بمفصل الرقبة، ذكرتي منهم إنه استخدام التكنولوجيا بشكل خاطئ لمدة طويلة، ذكرتي منهم التغيرات الحرارية، شو القصص الفيزيولوجية أو الغذائية الثانية اللي ممكن فعلا تأذي مفصل الرقبة والمفاصل الأخرى كمان؟ المشاكل الغذائية ممكن تصيب بعضلة الرقبة عدم مرونتها، هي الرقبة بتتحرك تقريبا حاليا وأنا عم حاكيك رغم إني أنا مثبتة رقبتي على اتجاه معين يعني، بس أنا بقدر أقول لك إن في عندي حركات اهتزازية لرقبتي، مرفعة عيني بتاخذ رقبتي نص ميل اللي عندي إياها رايحة جاية، هي الحركات البسيطة اللي أنت ما بتنتبه عليها تعادل تقريبا بالدقيقة 60 حركة، فما بالك إذا أنا بدي آخذ شيء أو أتناول شيء أو التفت على شيء، هالأمور هي الرقبة متعودة على الحركة اللي أنت حاسس فيها حالياً أو أنت مالك حاسس فيها، هاي الرقبة إذا فقدت شوي من مرونتها عملت عندي إياها ضرب لعصب أنا مو منتبهة عليه، ممكن تسبب لي وجع صدغين، ممكن تسبب لي وجع عندي بأسفل الظهر، لأنه برجع بقول هي مناطق اتصال.
اهم شيء لتغذيه الرقبه حفاظ على مرونه العصب تبع الرقبه ومرونه العضله اللي فوقها. العظم تبع رب العالمين خالق الرقبة منطقة الرقبة مركبة تركيب مفاصل دقيقة وحساسة جدا، غير المناطق الوترية تبعها يعني أربطة اللي شايفتيها اللي بتوصل من هون لهون على منطقة الكتفين تعادل تقريبا غالبا فوق 30 عندي رابط، لا سمح الله عضلة فشلت فيها راح كل هندسة الحركة تبع المنطقة هي. هلا حتى ما طيل، أهم شيء غذائيا والخلل الغذائي إنه ما يكون في توازن بين شارتين اسمها المغنيسيوم والكالسيوم. مثل ما بنعرف نحن عندنا في عضلات فظيعه بتتحكم بهالمناطق هي، المغنيسيوم بفك العضله او بيمددها والكالسيوم عندي اياها بقلصها حتى تعمل لي حركات متوازنه بين هالمنطقتين الاساسيات. المغنيسيوم الشارد السالبه والكالسيوم اثنين شوارد موجبات، لكن كل اثنين بيعملوا عندك عمليات مختلفه للعضله. مغنيسيوم بيفتح العضله، الكالسيوم بيضبها، عرفت كيف علي؟ فاي لا سمح الله اخذ دواء ضغط، اخذ دواء مدري اي شيء معين في عندي بيعمل لي عدم توازن بين هدول الشارتين بتشكل قابليتها للشكل بتصير اعلى. في احيانا في الصبح ما نحن مو الرقبه بتكون عندي تحت منطقه بطه القدم الساق بتكون كربشه، كمان عم نحكي على العضلات المحيطيه بالمفاصل، كل ما كانت العضله مرنه وقويه كل ما كان مفصلي اعلى عندي اياها كفاءة. فهي النقطه نحن بننتبه ما بننتبه انه مناعه المفصل بالعضله اللي فوقه، كل ما كانت العضلة أضعف كل ما كان قابلية الرقبة للانقراص والتعرض للفشل لهالأمور هي. اللي بالديسكات بيحطوا لك رقبات يعني تمام هلأ دكتورة. الرقبة هي إذا أنا ضليت على فرد حركة عندي إياها بنفس الوضع في شيء اسمه تكلس مفصل، هذا كمان بيخوفنا، لذلك لازم يتعلم المريض حركات من المعالج الفيزيائي بعد فك الرقبة شوي شلون يحركها حتى أي شيء ثابت يترسب عليه الأملاح. والناس اللي عندها روماتايدد وهدول وترسب وسرعه تسفل وهالامور هي وحمض بول والامور هي، وين بيروح المفصل وقت بيصير ما عاد عنده له حركه؟ ببلش بقى شيء ترسب. هلا السياره تركيا يومين تلاقي الغبره هيك سماكه، غير السياره اللي عم تمشي عم تتعرض لجريان هواء وهالقصص هي. فاهم شيء كمان لشيء اسمه المفاصل الدقيقه اللي بهالمناطق عدم ترسب الاملاح غذائيا. في شيء نحن بنسميه ديتوكس، ليش الديتوكس بيهمنا امره؟ لانه في مي وليمون دافيه هي بتغسل المفصل حتى كان لو كان بسيط عندي اياه من الاملاح تبعه. فنحن بناخذ الوصفه تبعنا اللي هي بنقول صباحا المي الدافيه مع عصره ليمون ومع شويه عسل هي بتغسل حتى المفاصل عندي اياها من الاملاح المترسبه هي. فنحن بنفكرها فقط هي وصفه تنحيف وبناخذها، هي وصفه الديتوكس رائعه جدا للمفاصل بالنسبه لإلي. هلا الشيء الثاني رح ارجع لشيء اسمه توازن شارات الكالسيوم والمغنيسيوم. اي شيء بتحس حالك في شكل عندي الشكل هي على طول عباره عندي تقلص او انقباض للعضله على العصب، هذا كثير مهم له المأكولات اللي فيها المغنيسيوم او المكملات الغذائيه اللي فيها المغنيسيوم الموجوده بالمكسرات بالتمر. اللي هو الفكره اللي بيهمني امره انك انت دور على شيء اللي فيه مغنيسيوم كثير رائع وقت بتصير صارت المشكله، وان شاء الله وقت ما بيصير هالامور وما بنوصل لهالمرحله كثير بنبه مرضى الضغط لانه هن قابليتهم لهالمواضيع هي اعلى. الشيء الثاني الناس اللي بياخذوا عندي المواد الحامضيه هن هدول اكثر ناس معرضه للمفاصل الدقيقه جدا بمنطقه الرقبه والركبه للاهتراء. الناس اللي بياخذوا ادويه قلب يعني معروف هدول ناس مفاصلهم تطلع على مفاصلهم مثل ما بنقول امراض متلازمه. الناس اللي عندها مشاكل غده درقيه هدول الناس كثير عندك مشاكل في عندها برقبتهم وهالامور لانه اساسا كمان ترسيب الكلس على المفصل ما بيكون صح. يعني هدول الناس مشكلتهم كالسيوم عندك اياها مشاكل الكالسيوم ترافق الغده والامور هي كلياتها كمان عضلات الرقبه تبعهم وهالامور هي غير منطقيه. هلا شو التغذيه الصح لهالمفاصل الدقيقه هي جدا؟ نحن بنقول دوما نحن بنقول المي الدافيه مع عصره الليمون هي ماده الديتوكس المنظفه للمفصل من املاحه. النقطه الثانيه اللي بدنا نقول عندي اياها مواد الكولاجين، الكولاجين اللي موجوده عندي اياها بترتفع حفازيه تصنيعها هي المواد اللي فيها فيتامين ا والكيوتين انزيم الموجوده بعصير الجزر اللي بيقوي العضلات بيحافظ على مسافات امنه مريحه لهالمناطق هي حتى تتحرك بسهوله. كل ما صار في عندي كبس لهالمناطق وزوايا غلط كل ما راح تدمر المفصل هذا الدقيق. فحتى بالركبه حتى بمفصل الفخذ حتى بمفاصل الرقبه الدقيقه اهم شيء مسافات تكون امنه، عم تتنظف يوميا، اوتار قويه، الاوتار القويه بتيجي بعصير الجزر، المواد اللي فيها مرق اللحم عندي اياها ان كان عندك اياها معتدل واللحم النظيف، مرق الدجاج كلها فيها مواد كولاجين ظريفه هي لهالمناطق هي.
الشيء الثاني عمليات التدليك البسيطه الامتطاطيه، هي كثير مهمه لعضلات الرقبه، هي رياضه كثير مهمه لانسان مثلا عنده كمبيوتر 7 ساعات قاعد عندك اياه باتجاه معين، عم يسوق بوقت طويل معين، هي الامور كثير مهمه. الشيء اللي بيهمني امره كمان زيت الزيتون والزيتون. هلا الناس اللي عندها مشاكل فقرات انقراص، انا بنصحها كل 3 ساعات تاخذ لو 7 زيتونات نقرشين، احنا بنتنقرش الحمد لله بالموالح وبالبزر وبالدخان وبالهيئة اللي بتعطي المفصل. ايوه الحامضيه، الدم الحامضي بيدمر المفصل، خاصه انه البيقش الصح للدم لازم يكون اقرب للكلويه، هذا اللي بيرمم فيه الكولاجين نفسه بالوسط الحيوي، وكمان اللي بيصير عندك عمليه تنظيف اكثر للمفصل بهالقصص هي كلياتها. الشيء اللي بيهمني كمان الامر تبعه انه انا ارجع اعرف اعمل ليونه للغضاريف. ليونه الغضاريف بتيجي من مواد جيلاتينيه نحن عندنا اياها بنسميها، هلا نحن بنخاف من بعض المواد الجيلاتينيه مثل الجيلي مثل الامور هي، لكن في مواد جيلاتينيه عندي اياها وامور كمان مثل بتشبه الهلام، بتطلع من الملوخيه بتطلع من الباميه، كمان ماده الجيلي الجيلاتين عندي اياها، هدول مواد رائعه للناس اللي عندها انقراص فقرات وهالامور هي. تمام، فعلى الاساس هذا اللي نحن بدنا نشتغل عليه، وان شاء الله مثل ما بيقول كل واحد يعني بيعرف نقطه ضعفه وين، يعني حتى بعد اي عمل حتى تسترخي، فبتلاقي حالك اذا مساج بسيط لشوي، حتى انت لو ما حدا، حتى لو ما في حدا بيعمل هذا الشيء، انت بس مجرد انك تعمل مساج خفيف لمنطقه الرابط بين الكتف وبين الرقبه لحاله هذا بفك وجع اسفل منطقه القفويه للدماغ. يعني اكثر شيء لازم يستفيد من هالنصائح هن الرياضيين اللي بيعانوا من اصابات متكرره بمفاصل والله الرقبه، المحاسبين واللي تبعت وايضا اللي بيشتغلوا باعمال مكتبيه. بدي اشكرك كثير لوجودك معنا، حضرتك الدكتوره ثواب الغبره اختصاصيه بعلم التغذيه، اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير لك دكتورة ويسعد لي صباحك. مشاهدينا أكيد نحن مكملين صباحنا معكم.